بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عرضنا المنيو خلاص الحمد لله على الشاشة، أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أعمل أكشن مع كل لما اليوزر يدوس على أيتم على أيتم في المنيو. خلاص؟ فقوم جاي برضو من كود أوفر رايد ممبرز ومدور على حاجة اسمها أون أوبشنز أيتم سيلكتد. يعني أول ما في أيتم يتسلكت أون أوبشنز أيتم سيلكتد. دي ميثود بتفاير مع كل كليك على اي ايتم، مع كل كليك على اي ايه على اي ايتم، وانا بقى المفترض اعرف هو داس على الزرار الفلاني يعمل كذا، لو داس على البطن الفلاني يعمل كذا، لو داس على البطن الفلاني يعمل كذا. فبدات بوين، ممكن اشتغلها بايه، انا عملتها بوين على طول اسهل. قلت له وين الايتم دوت ايتم اي دي. الايتم ده اصلا لو جيت بصيت هو اصلا بارامتر مبعوث في الاون اوبشن ايتم سيلكتد، مبعوث اسمه ايتم اللي هو الايتم منيو اللي جه. فقلت له بقى جيب لي الاي دي بتاعه. فقلت له لو كان ار دوت اي دي كابي منيو ايتم، لو كان هو كابي مني وايتم طلع لي توست مسج بس طلع لي كلمه كابي عشان اتاكد ان هو داس على الكابي بس. وبنفس الاسلوب بقى لو كان الار دوت اي دي دوت مثلا كات مني وايتم، يبقى طلع توست مسج مثلا بيست كات، وكذلك مع البيست وكذلك مع الـ. وبالطريقه دي كده انا بقدر ايه، بقدر يعني عملت فكره بسيطه جدا اعرف منها هو عمل كليك على ايه اليوزر. طبعا ممكن تكون لو كل بطن ليه كود مش بس عباره عن توست مسج، هتبقى هنا في عباره عن فانكشن بناديها زي التست مسج اصلا قدامنا، دي عباره عن فانكشن احنا كنا عاملها زمان. فهي هتبقى فانكشن مثلا بتنادي على الكابي فتعمل بقى شغل، او بتنادي على البيست تعمل شغل ثاني، او بتنادي على مش عارف ايه الى اخره من الحاجات الايه المختلفه. لكن هي دي الفكره، بس ان انا اعمل الفانكشن دي واحدد كل بطن فيها، وكل بطن بينادي على الفانكشن بتاعته، وبنعمل بقى الشغل بتاعنا عادي جدا. وبكده نكون قدرنا نتوصل ان احنا نقدر نبرمج كل ايكون في المنيو او الاوبشن منيو الموجود عندنا. عملنا خلاص الكاب والبيست والكات والنيو والاوبن، تعال نري ران، نفترض المسج بس تطلع لما ندوس على اي ايكون ويستجيب ويبقى عارف احنا بندوس على ايه بالظبط من الايكونز الموجوده في المنيو. ادي اول واحد اهو الكابي، طلع لي المسج كابي، دوست عليه تاني اللي جنبه كات، فتحت البيست تطلع تمام، النيو شغال، وادي الايه الاوبن. وبكده الحمد لله كنا قدرنا نبرمج كمان الاوبشن منيو او المنيو اللي هي بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.